فريق نادي عجمان افضليته الكرويه الفنيه التدريبيه الكرات العرضيه الكواليتي البصه الخطيره الثاني الله على عجمان الله 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 الثاني الثاني الاحقيه مع الافضليه مع الدنماركيه مع الكره البرتقاليه عجمان ياتي من بعيد عن طريق فنان عراقي عن طريق احمد ابراهيم يسجل نما بكاري وسيمو في لقطه مش متوقعه تماما شوف الجمهور البرتقالي شوف الفرحه البرتقاليه شوف الهدف الثاني شوف الكواليتي بتاع الكروس العرضي جميل شوف التمركز الخاطئ الكبير في دفاعات نادي الشعب شعب عنده مشاكل كبيره جدا جدا في الشق الدفاعي شوف هنا مفيش مراقبه مفيش رقابه والمدافع لو ما عندوش ميزه الرقابه عمره ابدا ما يكونش مدافع حتى لو قعد 100 سنه شوف النجم العراقي يطلع ويعمل تيك اوف جميل جدا ثلاث سبعات برازيليه بكل لغات العالم يتقدم انما اعتقد الهدف يسجل باسم مين يسجل باسم النجم الكبير جدا في هذا المساء انه بكاري كونيه لقطه جميله حتى الرقصه واحده حتى الرقصه